الموجب أي مقاومات. مين أقل جهد في الدايرة؟ هي النقطة التي لا تفصل بينها وبين القطب السالب أي مقاومات. تمام. ده لا لف ولا بقى دوران. يبقى أعلى جهد في الدايرة هي النقطة التي لا تفصل بينها وبين القطب الموجب أي مقاومات. مين أقل جهد في الدايرة؟ هي النقطة التي لا تفصل بينها وبين القطب السالب أي مقاومات. هاتان النقطتان لهم اسم مهم قوي، اسمهم ايه؟ اسمهم قطب العمود او قطب البطارية. يبقى انا كمدرس معرف الطالب بتاعي ان في نقطتين على الدايرة. بص على الدايرة اللي انا راسمها دلوقتي. هنجيب الرسمة دي قدامنا. ادي اول نقطة اهي، اهي لا تفصل بينها وبين القطب الموجب أي مقاومات، هسميها ألف. بدي أعلى يعني أعلى جهد. حضرتك يعني حضرتك عاوز تقول إيه؟ وفين أقل جهد؟ اللي هي إيه؟ اللي هي إيه؟ شكرا. تمام. يبقى هاتان النقطتان، ألف أعلى جهد في الدايرة، يه أقل جهد في الدايرة. التيار يبدأ يتنقل من الجهد الأعلى للجهد الأقل. يعني هتجه من ألف إلى يه، اتفضل. يعني حضرتك عاوز تقول إن النقطة المتصلة مباشرة بالقطب الموجب دي الأعلى جهد، والنقطة المتصلة مباشرة بالقطب السالب دي أقل جهد. تمام. تمام. أنا عندي بقى النقطة اللي بعدها به. اللي بعد به؟ اللي بعدها به. تمام. النقطة به اللي هي دي. إيه رأيك؟ أمال حضرتك يعني إيه النقطة اللي جنب القطب السالب دي؟ ألف. لا، القطب الموجب ألف، القطب السالب إيه؟ يه. يه. تمام. النقطة به بقى أقل من ألف ولا لأ؟ أقل طبعًا. أقل من ألف بمقدار مين؟ بمقدار المقاومات. أقل من ألف بمقدار الشغل المبذول لنقل التيار الكلي بين هاتين النقطتين. تمام. أنا بتكلم كلام علمي وسهل وواضح وعلى أتم استعداد للنقاش في أي نقطة فيه. تمام. النقطة به جهدها أقل من ألف بمقدار الشغل المبذول لنقل التيار الكلي. لماذا؟ عشان عند ألف هنا التيار كلي وعند به أيضا التيار كلي. تمام. عند ألف التيار كلي وعند به التيار الكلي، يبقى جهد نقطة به أقل من جهد نقطة ألف بمقدار الشغل المبذول لنقل التيار الكلي. ضد مين بقى؟ ضد مقاومة. تمام. من هي هذه المقاومة؟ اللي هي أربعة. هذه المقاومة هي مين؟ اللي هي المقاومة، هي المقاومة المكافئة لجميع المقاومات بين هاتين النقطتين. يعني ممكن نقول ان هناك فرق في الجهد بين نقطة ألف ونقطة ب. طبعا. لو مثلا ألف 10 يبقى ب مثلا 7 8، يبقى الفرق في الجهد هو الشغل اللي انا هبذله عشان احرك الشحنات في المقاومة المكافئة بين ألف وب. تمام. شكرا، كلام واضح جدا. واضح وضوح الشمس. يبقى جهد نقطة ب أقل من جهد نقطة ألف. شوف أنا قلت كلمة، بص مستر سعد حبايبي الشطار، لا جبت سيرة شحنات ولا سيرة حاجة خالص، أنا جبت قلت عشان عايز الكلمة دي، إن جهد نقطة ب أقل من جهد نقطة ألف بمقدار الشغل المبذول لنقل التيار الكلي. لنقل التيار الكلي. تمام. ضد مقاومة، هي المقاومة المكافئة لجميع المقاومات اللي بين هاتين النقطتين. تمام. فين بقى حلاوة القصة؟ ودايما المقاومة المكافئة بين هاتين النقطتين على التوازي دائما. تمام. لأن عند ألف التيار كلي وعند ب التيار كلي. الفرق بيني وبينك أيها الطالب النجيب إن أنا فهمت كتاب المدرسة. وإحنا بنشرح التوصيل على التوازي شرحه مستر أنور. قال البداية اهي وقال النهاية اهو. عند البداية كان التيار كلي وعند النهاية كان التيار كلي. تمام. أصبحت جميع المقاومات المتصلة بين هاتين النقطتين على التوازي. تمام. شكرا. تمام. فيهم مشكلة؟ لا مفيش. يبقى ألف أعلى جهد، ب جهد ب أقل من ألف بمقدار الشغل المبذول لنقل التيار الكلي. ضد مقاومة هي المقاومة المكافئة لجميع المقاومات بين هاتين النقطتين. انظر أيها الطالب الجميل، النقطة ألف كلي صح؟ تمام. والنقطة ب كلي. هاتوا لي الرسمة.
عند ألف كلي وعند ب كلي، أنا عندي كام مقاومة بين هاتين النقطتين؟ عندي مقاومتين، يبقى نجيب المقاومة المكافئة لهاتين المقاومتين. دول مقاومتين معا على إيه؟ توازي. التوازي. والمقاومتين متماثلتان، يبقى المقاومة المكافئة إحداهم على عددهم. يبقى أنا هشيل المقاومتين وحط مقاومة واحدة واكتب هنا ألف أهو واكتب فوق به. شكرا. يعني حضرتك جيت كده جبت المقاومة المكافئة للمقاومتين اللي هم 4 و4 المتصلتان على التوازي. نرجع نقول له بقى جهد النقطة ألف ده أعلى جهد في الدايرة. تمام. جهد النقطة ب ده أقل من جهد نقطة ألف. تمام. بمقدار الشغل المبذول لنقل التيار الكلي ضد مقاومة قدرها 2. طب مش ممكن نقول لنقل التيار الكلي خلال مقاومة 2 ولا لازم ضد؟ ايه ولا كده هتفرق، مش فارقه ولا يعني. ولا 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 عشان تفرق. بس يعني الكلام ده هينقلنا لحاجه تانية اللي هي قوانين كيرشوف. ايه لا استنى بقى. ايه بقى داخل بقى قانون كيرشوف هنا بقى؟ ما لسه بقاش الاتجاه. لا لا لا, لا بس لا لا الله يرضى عليك، كلمه ضد ما لهاش علاقه بكلمه خلال. الصم بكده يمسكوا الحاجات ديت ايوه وعلقوا عليها. تمام. كلمه ضد مقاومه خلال، ما انا بنقل التيار خلال المقاومه، ما انا ببذل شغل ضد تمام. ضد المقاومه. تمام. ادي بقى على فكره بقى هنا، تعالى النقطه جيم قول لي بقى انت جهد النقطه جيم دي. جهد النقطه جيم ده على فكره قد جهد به بالظبط، ما فيش مقاومات عشان لا توجد بينهم اي مقاومات. مقاومات. طب جهد بقى النقطه دال، بس خلي بالك عند جيم التيار كله على فكره. طب وعند دال برضو كلي. كلي. يبقى المفروض جهد نقطه دال اقل من جهد النقطه جيم. في نقطة جيمة مثلا جيم اللي هي بعد ب دي جيم. تمام. دي تمام. جيم. شفتها خلاص. اقل، يبقى نقطة جهد نقطة دال اقل من جهد نقطة جيم. قول لي انت بقى. بمقدار الشغل المبذول لنقل التيار الكلي. ايوه. خلال المجموعة المكافئة لهذه المقاومات، او تمام. المقاومة الكلية لمجموعة مقاومات متصلة على التوازي. يعني انا هقول له جهد النقطة دال اقل من جهد نقطة جيم بمقدار مقاومة هي المقاومة المكافئة لكل المقاومات المتصلة بين هاتين النقطتين. تمام. هو هيرد عليا بقى، يبص على الرسم، عندك المقاومة 6 والمقاومة 9 والمقاومة 18. تمام. الستة دي بدايتها جيم ونهايتها دال. تمام. والتسعة دي بدايتها جيم ونهايتها دال برضه. والتمنتاشر جيم ودال. يبقى التلات مقاومات دول ليهم بداية واحدة ونهاية واحدة. يبقى فرق الجهد بينهم واحد. مقاومات ليهم نفس البدايه والنهايه يبقى توازي. تمام. انت عندك بقى قانون، يبقى المقاومه المكافئه بتاعتهم 1 على ار توتال، 1 على 6 تمام، زائد 1 على 9 زائد 1 على 18 زائد 1 على 18. هجيب المقاومه المكافئه تطلع ب 3. يبقى انا هشيل ال 6 وال 9 وال 18 واحط مكانهم 3. شكرا. واكتب هنا هو جيم واكتب هنا دال. يعني حضرتك كده خلاص بقى يعني قللت الدايره شويه. اول مقاومتين كانوا 4 و4 بقوا 2. المقاومات التانيين اصبحت المقاومه الكليه ليهم 3 اوم، يبقى 2 و3 توالي زي ما هنيجي بعد شويه. طيب ادي نقطه ه. نقطه ه. النقطه ه. تمام. اعتقد جهدها بيساوي جهد دال. جهدها بيساوي جهد دال عشان مفيش بينهم مفيش مقاومات. تمام. طب تفتكر لو سمينا دي واو بقى. تمام. ايه رايك في جهد النقطة واو دي؟ اقل من ه ولا مش اقل من ه؟ اقل. ايه رايك النقطة ي اقل من ه ولا مش اقل من النقطة ي اقل من مين؟ ي اقل من ه. ي طبعا. وواو اقل من ه. واقل من ي. خليك بس انت معايا. تمام. ي اقل من ه. صح. ه اقل من ي اقل من ه. تمام كده صح. وواو اقل من ه. تمام. هل معنى الكلام ده ان واو دي ممكن تساوي ه؟ ممكن. لا عشان في مقاومه يا مستر. طب تعال نشوفه. لا اتولى اي وليه. تمام. جهد النقطه واو دي اقل من جهد النقطه ه، صح ولا غلط؟ بمقدار الشغل المبذول. ها. بمقدار قد ايه بقى؟ اللي هو مقدار الشغل المبذول ضد المقاومات اللي هي 3 و6 او المقاومه 3. انا هقول جهد النقطه واو
اقل من جهد النقطه اهي بمقدار بمقدار الشغل المبذول يا اخوانا لنقل ايه التيار الكلي تيار ضد مقاومه. تمام كلام واضح. كلام واضح ولا لا؟ جهد نقطه معينه اقل من النقطه اللي قبلها بمقدار الشغل المبذول لنقل تيار ما ضد المقاومه المكافئه. التيار الكلي بقى ولا المقتيار ما؟ خليك بس معايا. تمام جهد النقطه وودي عايزين الرسم نشوف الرسم تاني. جهد النقطه وودي اقل من جهد النقطه اهي بمقدار مين؟ يا فين واو يا مستر؟ واو تحت اهي واو ليه؟ عامله زي 9 وودي. ما دي دي واو. تمام جهد النقطه واو اقل من جهد النقطه اهي بمقدار مين؟ بمقدار الشغل المبذول لنقل التيار كلي او تيار ما ضد مقاومه. طب مقاومة هو مكافئة. هو تيار كلي ولا تيار ما؟ هنا حضرتك عاوز رايي ولا راي الطلبه؟ انا عايز رايك. رايي انا تيار ما اللي هو مين بقى؟ اللي هو جاي من بعد نقطه د. لا يا جدعان بقى كده. هنا بقى الشغل المبذول ايوه لنقل جزء من التيار. لنقل جزء من التيار لان عنده النقطه واو تيار جزئي. تمام اللي لكن هي عندي هي بعد النقطه تيار إيه؟ كلي. تمام جبتها بعناية. بالعكس نفسي نفسي يقعدوا كلهم قدامي. بالعكس نفسي يقعدوا كلهم قدامي وناقش فيا زي ما انت عايز. ناقش فيا كما تشاء وكما يروق لك. كلام واضح جدا. هنا يا اخوانا عند ايه كلي لان التيار عند ايه اتجزأ جزء مش في مين في الخمستاشر وجزء في وراح لنقطة ايه دون ان يمر بالنقطة واو. ممتاز يبقى النقطة واو ما رحلهاش تيار كلي. النقطة واو رحلها جزء من التيار. يبقى النقطة واو جهدها اقل من جهده بمقدار الشغل المبذول لنقل جزء من التيار خلال المقاومة المكافئة للستة والثلاثة فقط. خلال المقاومة المكافئة للستة والثلاثة فقط لا غير. الستة والثلاثة فقط لا غير. تمام. طب والخمستاشر مالي؟ لا خمستاشر ده بقى كل يا جدعان. تمام ده بقى كله صح كده. هنا بقى كله ولا لا؟ ولذلك ايه انا ما بزعلش. لذلك انا بتكلم بايه صراحة. والله العظيم لو شرحنا لا يفهموا. تمام لو شرحنا رحين يفهموا. انا عايز بعد الحلقة دي اي حد عنده مسألة في اي مكان في الجمهورية يا ريت يتصل بي. بص يا غالي اهو يا اخوانا انا استخدمت عينيا ما استخدمتش لا مذاكرة ولا استخدمت. ممكن يبقى طالب حل الميت مسألة ويغلط بس تقعد تسأله تقول له انت فهمت ايه يقولك انا بعرف احلها. طب ازاي تعرف تحلها وانت ما انتش فاهم؟ لا اللي عايز يفهم بقى صح يبص بقى هنا عند النقطة هي في جزء من التيار رأ وصل ليه. اي نعم التيار الكل هيوصل اليه بس جزء منه هيوصل عن طريق مين؟ 15 مباشرة. تمام والجزء التاني هيمر بنقطة واو ويوصل ليه. طب هو في سؤال يا مستر بس اتفضل دلوقتي عند نقطة ه التيار قدامه كم طريق؟ كام طريق؟ يعني ممكن يمشي في 15؟ اه طبعا. تمام يا اما يمشي في المقاومة اللي هي ال 3 و6. 3 و6 دول متصلين على الايه؟ يا اما ايه؟ يا اما يمشي في المقاومة 3 و6. اه وبعدين واخد بال سيادتك دلوقتي يعني في حتة بقى نقطة قول. خلاف قول نقطة الخلاف لما يكون عندي عدة مقاومات. اه التيار بيمشي في المقاومة الأقل يبقى انا احيانا في بعض المسائل ممكن الغي جزء من الدايره. لا انا كده كده تبالغش عن حاجه بقى خالص. نعم بصوا يا اخوانا بس النبي يا مستر سعد عشان بس خاطري يعني عندي اهي عندي اهي على الرسم لما تيجي يجي عندي اهي التيار عندي اهي هيتجزا في كم مقاومه؟ هي جزء في 15 وجزء في 3 و6 وبعدين والثمانيه فين التمام؟ مش شايف الثمانيه ده في ثمانيه مش شايف اي تمانية بينهم ايه؟ تمانية. اه ما هو اللي هيجي بقى من المقاومة المكافئة لتلاتة وستة هيمر على التمانية ويمر على ليه؟ انت عارف كلنا بنغلطه قدام الطلبة الغلط ده. تمام التار لما يجي عند هي هتجزأ ما بين مقاومتين فقط اللي هم يبقى مصر المقاومة 15 ايوه والمقاومة المكافئة لكل المقاومات اللي اشتركت معاها في البداية والنهاية. تمام يعني التيار هيتوزع بين 3 و6؟ لا
بين عشرة يا وبين فيل 10، انا خمستاشر. مش شايف الرسمه كويس. 10 اللي هي 6 و3 معا توازي، تمام، مع الثمانية توالي. يعني تمام، يعني هو دلوقتي التيار هيمشي 3 و6 مقاومه وكفأ، هنجيب المقاومه الكوافئه ليهم، يبقى 3 في 6 بكام؟ ب 18، على 9 بفيها 2، يبقى المقاومه الكليه هنا كام؟ 2، اللي هي المقاومه في الطرف الاكثر يسار دي، وبعد كده يجي مع المقاومه 8، يبقى دي المقاومه 10، تمام، اللي هي المقاومه المكافئه للثلاث مقاومات بالظبط. يبقى هيتوزع بين ال 15 وبين ال 6 وبين العشرة، وبين العشرة، تمام، هو ده اللي انا اقصده، بس هو ده اللي انا اقصده. جذاب. انا قلت بقى كلمه واحده، ايوه، ده عشان خاطري، عند ايه كل ولا جزئي؟ عند ايه جزئي؟ شكرا. هيه كل، عند ايه ولا ايه ولا هيه؟ هيه طبعا كل. وعندي ايه؟ كلي. كلي، يبقى التيار يتجزا، تمام، بين مين ومين كده؟ هيجي بين الجزء ده، بين ال 15 وال 10 والمكافاه لكل المقاومات اللي لنفس البدايه ونفس النهايه. تمام. احنا على فكره بنغلط مع الطلبه، نقول له هيتجزا على ال 15 وال 6 وال 3، وده غلط. لا طبعا، ما احنا هنجيب المقاومه المكافاه ليهم مع، بالظبط تمام، بالظبط. يعني تعالى بقى هنا مع رحانه، اسالك سؤال اصبع، عند ايه كل ولا جزئي؟ كلي. طب وعنده واو؟ لا جزئي. طب وعندي ايه؟ كلي. قول لي بقى جهد نقطه واو ماله؟ اقل من جهد نقطه ايه؟ اقل من جهد ايه؟ تمام، بمقدار مين؟ بمقدار الشغل المبذول لنقل، لنقل التيار، لنقل جزء من جزء التيار، من التيار خلال المقاومات المكافئه اللي هي 10 ضد المقاومه. قدرها كام؟ 10. 2 يا استاذ سعد، ماشي، ما هي 3 و6 عشان خاطر بس. لا لا، تمام، ضد، عشان خاطر بس. جهد نقطة ه أقل، جهد نقطة واو أقل من جهد نقطة ه، تمام، بمقدار الشغل المبذول لنقل جزء من التيار، تمام، ضد مقاومة قدرها 2 اللي هي بين 3 و6 يا مستر، بس فقط، تمام، فقط لا غير، تمام. طب جهد نقطة ه بقى أقل من ه، أقل من واو، جهد نقطة ه أقل من مين؟ من ه، بمقدار الشغل المبذول لنقل جزء من التيار، لا بقى التيار الكلي، الكلي، تمام، ضد المقاومه بقى قدرها هي المقاومه المكافئه لمين؟ للمقاومات كلها، للسته والثلاثه والثمانيه وال15، تمام. يبقى انت عنده نقطه واو نقلت جزء من التيار، صح؟ طبعا. وعنده نقطه ايه؟ نقلت التيار الكل، تمام. اذا ما فقدته عشان تصل الى ايه؟ اكبر من اللي فقدته عشان تصل الى واو، تمام. اصبح جهد نقطه ايه اقل من جهد نقطه واو، تمام. بس حلو يا مستر. لا ده، لا ده مش حلو والله العظيم، تفهموها ما حد زيك ولا الهوى. بس بس انا بحب، بس انا احب اشرح حاجه. بص يا غالي، انا صريح جدا مع اي حد، مشاكلكم انكم تمسكوا اي كتاب تحل مساله وتسمع الحل. لو اديتك مساله شكلها غير اللي انت ايه حلتها ما بتحلهاش. انا واضح اساتذتنا الكبار علموا لك كده، قال لك لازم الامتحان في الحته دي مساله شكلها جديد، تمام، كل سنه بيجيب مساله شكلها ايه جديد، صح ولا لا؟ طبعا، كل سنه بيجيب مساله شكلها جديد. انا بحب احط، احل بقى ايه، مين الطريقه العامه لحل مسائل توصيل المقاومات؟ هي اللي انا بقى قلتها، اعلى جهد في الدايره وفي اقل جهد في الدايره. مين اعلى جهد في الدايره؟ هي النقطه التي لا تفصل بينه وبين القطب الموجب اي مقاومات، وبعد شويه هقول لها اسم تاني، تمام. طب والنقطه اقل جهد في الدايره؟ هي النقطه التي لا تفصل بينها وبين القطب السالب اي مقاومات. يتم تقسيم الدائره الى عدد من النقاط جهدها يتراوح من الاعلى الى الاقل، تمام، صح. مين اللي هيقسم التيار؟ عينيك. انا وانا بنقل التيار بنقله كل ولا جزئي؟ كل. ده مهم جدا بقى، تمام. من منقل من الف لب كلي، حسب طبعا من جيم لدال كلي، لكن من هيه لواو جزئي. انا عايز اوصلهم بقى حاجه، هم ازاي يلغوا حته مقاومه دي؟ ما انا عايز انا اتوصلهم، يعني امتى التيار ما يمشيش في مقاومه؟ التيار مش هيمشي في اي مقاومه لو الجهد على طرفيها متساوي، تمام. لكن انا كده ما بحبش احفظ حد حاجه خالص. علشان كده ازاي انا عايز اعلمك المقاومة دي ما يمرش فيها تيار؟ أنا بعلمك بناء عن إيه؟ بعلمك بناء عن إن أنا أعلمك إزاي تقسم الدايرة. الدايرة بس. أنا ينفعش على فكرة إن أنا أحل مسألة قدام أي طالب على توصيل مقامات توالي وتوازي، ما أعرفش كده. كلمة الدايرة الكهربية هي عدة نقاط مختلفة الجهد، إحداها هي الأعلى جهد اللي مدخل التيار على فكرة، تمام؟ هي وأقلها اللي هو
اقل جهد وصل. الاعلى جهد متصله بالموجب، الاقل جهد متصله بمين بقى؟ تمام. السالب. تمام. يعني حضرتك دلوقتي عاوز تقول وفي النهايه ملخص الكلام ايه؟ ان انا عند اي دائره كهربيه بيتم تقسيمها الى عدد معين من الجهد، ففي نقاط اعلى جهدا، العدد معين من النقاط. تمام. في نقاط معينه اعلى جهدا، وفي نقاط اقل جهدا، وفي نقاط اخرى يتراوح جهدها بين هاتين النقطتين. تمام. فالنقطه الاعلى جهدا هي المتصله بالقطب الموجب مباشره، بينما الاقل جهدا هي النقطه المتصله بالقطب السالب مباشره. تمام. طيب انا ليا يعني طلب عند حضرتك. فضل. اللي هي النقاط التي يتساوى فيها الجهد، يعني احنا عاوزين حضرتك بقى تقول لنا مساله. حاضر حاضر. عندي مقاومات وعندي اسلاك بس وعندي بس 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 سعاده الرئيس، سعاده الرئيس. انا دلوقتي احب امشي بكده نظام، انا كده خلصت المساله دي. تمام. نخلص الاول بعدين نخش في اللي احنا عايزينه. تمام. وصل عشان نخش في اللي احنا في اللي احنا عايزينه. الله يرضى عليك. ليه في جزء مهم جدا لسه بقى جاي. اتفقنا ان واو اقل جهد من هي، واو اقل جهد من هي، ويه اقل جهد من هي، ما انا بعلمهم اهو. تمام. طب هل قد يشك الطالب ان واو بسويه؟ قد يشك. وممكن تطلع واي واو تدي بسويه، وممكن لا. تمام. تمام. طب عايز اعلمه بقى ازاي؟ طب تعرفها ازاي؟ اما انا بقول له بقى انا عشان انقل من هي لواو نقلت جزء من التيار. من هي لواو، لواو نقلت جزء من التيار. طب من هي ليه؟ من هي ليه كل التيار. شكرا. يبقى شيء طبيعي اللي فقدته عشان اوصل ليه، قول انت بقى، اكبر من اللي انا فقدته عشان اوصل لواو. تمام. يبقى الطرح بتاع واو من هي اكبر من الطرح بتاع يه من هي. تمام. يبقى اصبح واو اعلى من يه. تمام. لكن لو انت نقلت نفس التيار، نقلت نفس التيار، هل نفس المقاومه لازم احب نفس احب فرق بقى الجهد ست الفرق جهد واحد على طول؟ يعني لو انا نقلت نفس التيار خلال مقاومه ما عشان اوصل لواو، تمام، ونقلت نفس التيار خلال نفس المقام عشان اوصل ليه، تمام، اصبح ستها واو بيساوي يبقى الاثنين متساويين في الجهد. بس تمام. تالت الكلام واضح وضوح الشمس. تمام كده. اصبح عندك الان دولت مع بعضهم على التوازي، انت ما قلت 6 في 3 زائد 3 بقت ب 2. حلو الكلام. الاثنين مع الثمانية دي توالي، الاثنين مع الثمانية توالي بقت 10. هسألك سؤال بقى، العشرة دي فين بدايتها؟ بدايتها اللي هي وفين نهايتها؟ اللي هي برضه هي اللي هي ايه تقريبا ايه. اصبحت بدايتها هي واصبحت نهايتها هي. تمام. اصبحت ال 15 على التوازي مع ال 10. البدايه لان ليهم بدايه واحده ونهايه واحده. تمام. صح كده؟ تمام. هسألك سؤال بقى، عنده النقطه هي التيار كله ولا جزئي؟ كل. شكرا. وعنده النقطه ايه كل ولا جزئي؟ كل. طب والنقطة تان هي هو ويه الآن تفسرهما كم مقاومة؟ هي هو ويه مقاومتين. واحدة قيمتها؟ اتنين 15. 15 والتانية. والتانية قيمتها؟ 10. يبقى أنت لما تقعد تجزأ التيار عند هي بقى هتجزأ ما بين مين ومين؟ بين العشرة وبين 15. بس يا عم. يا جدعان يا رجالة، التيار الكلي يتجزأ على مقاومات بينهما نقطتان فيهما التيار كليا. يبقى انت لما تيجي تجزع عند هي ما تجيب شيرة الستة والثلاثة خالص دلوقتي. لا طبعا. مش معنى الكلام ده ان انا مش حدهم تيار، لا انا حدهم تيار وحعلمهم يجيبوا تيارهم ازاي. تمام. اصبح عند الف كل ولا جزء يا مستر سعد؟ الف كلي. وعند ب كلي. ادي نقطتين. وعند جيم كلي. ادي ثلاث نقط. وعند دال كلي. اربع نقط. وعند هي كلي. خمس نقط. وعند ايه كلي. ست نقط. عندك 6 نقط الآن التيار فيها كلي. صح ولا غلط؟ طبعا. بين كل نقطتين متتاليتين التيار فيهما كليا، هات المقاومة المكافئة وخليها في صورة مقاومة واحدة. تمام. يبقى بين ألف وب واحدة باتنين، خلاص؟ توالي يعني. بين ج ودال واحدة بتلاتة بقى. بين ه و ي واحدة. هي المكافأة لمين؟ 15 و10. 15 و10. على زائد 10 طلعت 6. يبقى ادي 6 اهي. شكرا. واكتب هنا بقى ادي اهي، واكتب هنا ايه. شكرا. ادي الدايره بتاعها. تمام. تالي ما فيش هنا ادنى صعوبه في اي شيء. تمام. خلي بالك وانا بجيب هنا انا اهملت وجود النقطه واو خالص دلوقتي. لان النقطه واو انا هسالك بقى سؤال، عند الف تيار ايه؟ انا مش شايف. عند الف
كنت تركب خلاص، وعندي ب فين ب اهي كلي طبعا، وعندي جيم كلي، وعندي مين كلي ده الكلي، وعندي ه كلي، وعند ي كلي. كلي طب ما بين الف وب اتنين، ما بين جيم ودال تلاته، ما بين ه وواو سته، ستة. اصبحوا كلهم يمر بهم ايه؟ نفس التيار، يبقى دول مع بعضهم على ايه؟ توالي. شكرا. توالي، اصبحت اتنين وتلاته وسته توالي ب 11. اصبح دي واحده قيمتها 11 متصله مع بطاريه، قيمتها قوه الدفعه في بي بتاعتها ب 12 والمقاومه الداخليه بواحد. ممتاز. وصل؟ ممتاز. يبقى انا كده صفيت بقى الدايره كلها على دايره واحده، هنا ما كاتب كام؟ 11. وادي كاتب هنا مين بقى؟ 12. وادي واحد والمقاومه الداخليه واحد وليه المقاومه الداخليه واحد. انا قرات كده من يعني كلام حضرتك ان حضرتك عاوز تحسب شده التيار الكلي المر في هذه الدائره. تمام. انا بقى هسالك سؤال. اتفضل. ايه شرط تطبيق قانون اوم للدائره المغلقه؟ تمام، يعني مش فاهم برضه. ايه شرط تطبيق، ايه مواصفات قانون اوم للدائره المغلقه؟ تمام. طب احنا ممكن نستنتج القانون. لا سيبك من استنتاجه مستر سعد، انت عملته كناظر قبل كده. تمام. اي في بي بتساوي في بي ار توتال على زائد ار سمول، ار زائد ار سمول، مش كده؟ قول لهم بقى من هي اي؟ اي شده التيار الكلي. شكرا. من هي ار؟ هي المقاومه الكليه. قد شكرا. تقوم بقى توالي او توازي. يبقى انا عمري ما طبق قانون اوم للدائره المغلقه الا عشان احسب التيار الكلي بمعلومية المقاومة الكلية لهذه الدايرة. شكرا. المقاومة الكلية. شكرا. يعني حضرتك بقى تقصد المقاومة الكلية سواء كانت مقاومة خارجية بالإضافة للمقاومة الداخلية. ماشي. يعني بص، أنا عشان أطبق قانون أوم للدايرة المغلقة، أنا حبايب الشطار، بيطبق لحساب شدة التيار الكلي المر في دايرة بمعلومية المقاومة الكلية لهذه الدايرة، تمام، اللي انت قصدك عليها المقاومة الخارجية، أيوة، زائد ار سمول اللي هي المقاومة الداخلية. انا كده بقى حرم كل ده واطبق قانون اوم للدائرة المغلقة عشان اقدر اجيب شدة التيار اي بقى هيساوي كام؟ هيساوي 12 على 11. اي تمام، هو بيساوي الفي بي، ايوة، على ار الخارجية زائد ار الداخلية. الفي بي ب 12 والخارجية ب 11 والداخلية زائد واحد بقى واحد امبير. تمام. عندك مشكلة هنا؟ لا مفيش مشاكل. تعال بقى ارجع للدايرة الأصلية بتاعتك. وانتوا بتجزأوا التيار ارجعوا للدايرة الأصلية بتاعتك. انت جاي لك هنا تيار قدره كام؟ واحد. واحد امبير. راح عنده نقطة ألف. كان شدته كام؟ واحد امبير. وعند ب هيبقى شدته كام؟ واحد امبير. اذا عند الف كان كلي. وعند ب كان كلي. وعشان يوصل بقى اللي حصل له ايه؟ توزع. هيمشي في طريقين. واحد عن طريق المقاومه اللي على اليمين، وواحد في طريق المقاومه اللي على الشمال. يعني الواحد امبير ده هيتجزا بين اربعه واربعه. بالمنتصف. ايه المقاومتين دول مالهم؟ متصلتين على التوازي. متساويتان. يبقى يخش هنا نص امبير، يخش هنا نص امبير. يبقى عند ب يتجمعوا مره ثانيه. طب لو دول بقى ثلاث مقاومات متساويين، كان يبقى تلت وتلت وتلت. طبعا هيتقسم. لو اربع مقاومات متساويين، ربع وربع وربع وربع، هيتقسم بينهم على التوالي. هكتب بقى ازاي؟ هكتب اي اربعة اوم يساوي. ما معنى كلمة اي اربعة اوم؟ يعني التيار اللي مر في المقاومة قد هو اربعة اوم. واي اربعة اوم بيساوي. كتبت هنا نص امبير، واكتب هنا نص امبير. تمام. تمام. طب لو طالب كتب اي 4 اوم بتساوي اي 4 اوم بتساوي نص امبير، الاثنين بيساوي بعض، اديله الدرجه؟ لا طبعا. ايه طبعا؟ ليه طبعا اديله الدرجه؟ لا. ليه؟ لو كتب اي 4 اوم اي 4 اوم بتساوي اي 4 اوم بتساوي نص، الفكره بعملهم على التوالي. لكن لما يجزأ التيار يكتب تيار كل مقاومه لوحدها. تمام تمام. وصل؟ تمام. يبقى هنا بقى هنا كتبت بقى هنا كان التيار واحد امبير، اتجزا نص امبير ونص امبير، ما هو ورجع اتجمع بقى تاني واحد. يا مستر، يعني هو ممكن يقصد ايه؟ ان التيار اللي هيمر في المقاومه اربعه هو نفس التيار اللي هيمر في المقاومه التانيه، يبقى هيمر هنا نص وهنا نص، يبقى التيار كل واحد امبير. على فكره دي عملت مشكله في 2000 وايه؟ 8؟ لا
عملت مشكله في 2014 العام الماضي. ايوه اللي احنا نبهنا عليها في نفس المكان اهو واحنا بنحله نفس برضك المساله. قلت لهم يا اخوانا ممكن مقاومتين يمر فيهما تيارين متساويين ويبقوا على التوازي، لكن لو مر نفس التيار يبقى على التوالي. التوالي اه. يعني لما اكتب اي 4 اوم بيساوي اي 4 اوم بيساوي كام؟ نص. يبقى انا كده هنقراها كان المقاومتين دولت مع بعضهم على الايه؟ التوالي. التوالي مر فيهم تيار قدره كام؟ نص امبير. انا هقول لك على حاجه سهله بقى خالص. هنفترض يا مستر سعد انا عندي مقاومه اهي وادي الثانيه اهي. تمام على فكره؟ بص انا كنا يوميها معانا الاستاذ احمد بركه على فكره. فاكر وقال لي اقف انت اثرت حته مهمه جدا. الراجل لو الشكر قال اقف انت اثرت حته مهمه جدا. بص يا اخوانا لو دي مقاومه 3 اوم ودي مقاومه 6 اوم دولت مع بعضهم على الايه؟ على التوالي. هنفترض مره نص امبير هنا مره نص امبير. تمام. انا لازم اكتب اي 3 اوم يساوي اي 6 اوم يساوي نص امبير. يعني اضطر امر فيهم واحد. شكرا. تمام. تمام؟ لكن ممكن يبقى عندي مقاومة 6 ومقاومة 6. وداخلي تيار قدر واحد. هنا اضطر اكتب اي 6 يساوي نص لوحدها. واي 6 يساوي نص برضك لوحدها. هي الحقيقة إضافة جميلة يعني. لا ده هو حصل فعلا. ومن بقى حظنا الحلو جات. خلي بالك يا ريس. جات في الامتحان. تمام. يلا بقى هنا التيار أصبح واحد بقى. أهم حاجة خليك بقى معايا هنا. أنا عايز أجزأ التيار بقى. هجزعه على مين ومين بقى؟ على 6 وعلى 9 وعلى 18. هنجزأ ازاي؟ انت عينك على الجزء ده بس، فانت هتضطر اكتب بقى. بص لي يا مستر سعد، اكتب اي 6 اوم تحتها اي 9 اوم تحتها اي 18 اوم بيساوي. خلي بالك بقى معايا، انا هجزأ تيار قدره كام؟ 1 امبير. هنجزعه على مين ومين؟ على 3 مقاومات، على 6 وال 9 وايه؟ ال 18. اضرب التيار اللي انت عايز تجزأه في المقاومه المكافئه لكل المقاومات اللي هتجزأه على اللي هي كام بقى؟ اللي هي 3. اللي يعني على المقاومه اللي بين جيم ودال. يبقى انت حضرتك هتجيب فرق الجهد الكلي. تمام. لا هجيب فرق الجهد على المقاومات دي يعني. شكرا. بين هاتين دي النقطتين فقط. يعني على 3 مقاومات دول فقط. تمام. لان انا قلت جهد نقطة دال أقل من نقطة جيم بمقدار الشغل المبذول اللازم لنقل التيار الكلي اللي هو كام؟ ضد المقاومات المكافئة. في ماشي ضد المقاومة المكافئة. خلاص. يبقى اضرب 1 في 3 ما يبقاش جهد كلي يا جدعان. شكرا. الجهد على هذا على الثلاث مقاومات دول بين هاتين النقطتين. عشان كده بقول 1 في 3. ماشي يا ريس. هقول لكم تاني، جهد نقطة دال أقل من جهد نقطة ه بمقدار الشغل المبذول لنقل التيار الكلي اللي هو قدره كام؟ 1 أمبير. ضد المقاومة المكافئة لكل المقاومات بين هاتين النقطتين فقط. تمام. المقاومة المكافئة دي كام يا جماعة؟ 3. المكافأة 3 مش عددهم، المكافأة 3 على قيمة الواحدة منهم. ممتاز. فهمت كلامي؟ ممتاز. عشان كده قلت جهد نقطة دال أقل من جهد نقطة جيم بمقدار الشغل المبذول لنقل التيار الكلي ضد المقاومة المكافئة. صح. لجميع المقاومات بين هاتين النقطتين فقط. تمام يا ريس؟ تمام. عندي جيم كان كلي ولا جزئي؟ كلي. وعندي دال كان كلي ولا جزئي؟ كلي طبعا. يبقى انا نقلت التيار كله ما بين جيم ودال، يبقى اضرب هذا التيار الكلي اللي قيمته 1 في المقاومه المكافئه بتاعه 6 و9 و18، يبقى 1 في كام؟ في 3 على 6، كذلك 1 في 3 على 9، كذلك 1 في 3 على 18. يخش لك فوق نص امبير، يخش لك هنا تلت امبير، خش لك هنا كام بقى يا ريس؟ سدس امبير. ممتازه يا مستر. تجمعهم الثلاثه يطلعوا كام؟ 1 امبير. 1 امبير. الواحد امبير هيخرج هيتنقل من دال زي ما هو اله. صح؟ صح. يجي بقى عند النقطه اهي، سمعوني انتوا بقى. عند النقطه اهي،
عنده النقطة اهي هيتجزأ الى كم جزء بقى؟ جزئين. جزئين. اشمعنى جزئين؟ عينك الحلوة عند هه من يا ولاد كلي، وعند يه من يا ولاد كلي. كلي صح. يبقى هتجزأ ما بين مين؟ ما بين الخمستاشر، الخمستاشر والمقاومة المكافأة لكل المقاومات اللي اشتركت معاه في البداية والنهاية. اجزأ ما بين 15 والمكافأة بتاعت 6 و3 و8 اللي هي كام؟ تمام. اللي هي 10. تمام. فحضطر اكتب، بص بقى الحلوة دي، هكتب لك بقى هنا اي 15 واكتب اي 10. شوف الولد بقى، شوف الواد، شوف الواد اللي قاعد بغش منك ده، اول ما يشوفك كتبت اي 10 مش هيغش منك. قول لك ايه، هي الدايره دفاع 10، هو جاب ال10 دي منين؟ ما هو مش واخد باله بقى ان عندي مقاومتين على التوازي، وعندي مقاومه معاهم على التوازي. انت عارف الواد ده بقى اهو، الواد ده بقى الغشاش اللي كنت انا اديله الواجب كان يروح باصص في حل المسائل ويروح ناقلها، او يروح يقعد يقول لك قدر. يعني في طلبه كتير على فكره بتبص للناتج وتقعد تتحايل على الارقام عشان يطلع الناتج. طب ولا معوش الناتج؟ لا احسن، افضل طبعا. احسن طبعا. احسن بقى انا عايز اقولهم بقى كده، انا بجزأ مين؟ بجزأ التاري الكلي، عندي هيه كلي وعندي هيه كلي. ما انت هتجزأ من اي 15 واي 10. قول لي بقى التاري اللي عايز تجزأه قدره كام؟ واحد. واحد امبير. في المكافأة بتاعت مين ومين؟ يا 3 و6 و2 يا ريس بقى اللي هي ال 15 وال 10. اه تمام. لا انا بقول لحضرتك ما دي مقاومه ودي مقاومه على 15. تمام كده، يخش لك 4 من 10 امبير يا ريس. وبعدين 1 في 6 على 10 يبقى خش لك 6 من 10 امبير. يبقى ال 15 يخشها كام؟ هوري لك اهي، بص لي بقى. معلش الرسمه تاني بقى. الرسمه انا هنا عندي 15، دي المقاومه، ادي اللي هي وادي صح. تمام. هنجزى بين ال 15 ده اهي والمقاومه المكافاه لكل المقاومات اللي اشتركت معاه في البدايه والنهايه. تمام. مين المقاومات المحصوره بين ه ويه غير ال 15؟ اللي هي 3 و6 و8. تمام. المكافاه 10. فانا قلت هجزى بين 15 و10. فانت التير اللي عايز تجزاه قدره كام؟ واحد امبير. قلت واحد في المكافاه بتاعت مين ومين؟ 3 و6 و8 بتاعت ال 15 وال10 اللي هي 6. تمام يا مستر سعد، انا هجزأ ما بين مين ومين؟ ما بين ال 15. راح انا اجزأ ما بين مين كده ومين؟ بين ال 15 وال10. تمام. المكافأة بتاعتهم كام؟ اللي هي حسبناها من شويه 6. يبقى 1 في 6 على 15، 1 في 6 على 10. تمام. جالي هنا 4 من 10 امبير. انا بقى هسألك سؤال، التيار كله كان عندي ايه قدره كام؟ واحد. واحد صح؟ خدت منه كام لل 15؟ 4 من 10. يتفضل كام؟ 6 من 10. ال 6 من 10 هيوصلوا ايه؟ تمام. بس عن طريق مين بقى؟ المقاومات. عن طريق ال 6 وال 3. 6 وال 3 وال 8. تمام، بس خليك مع عن طريق ال 6 وال 3. تمام. يبقى انت ال 6 من 10 دول التيار كله كان واحد. اه. خدت كام ال 15؟ 4 من 10. يتفضل معاك كام؟ ال 6 من 10 هيتجزع على ال 6 وال 3. اه وصل؟ بالضعف. يبقى انا بقى هروح اقول لك بقى مين؟ ترجع تقول لي هات لي بقى اي مين؟ هات لي اي 6 وهات لي اي 3. اي 6 بقى هتساوي كام؟ واي 3 هتساوي كام؟ انت هتجزع عليهم تيار قدره كام؟ اللي هو 6 من 10. 6 من 10. 6 من 10 اضربوا بقى في مين؟ في المقاومة. في المكافأة بتاعتهم. اللي هي 2. اتنين. واقسم على 6، 2 واقسم على 3. يخشنا بقى قد ايه بقى؟ 2 من 10 امبير، خشنا 4 من 10 امبير. طب لو حد يا مستر عملها كده. حاضر حاضر. بالفهلاوه. حاضر حاضر حاضر. يبقى تيجي هنا تخشنا بقى 4 من 10. هنا كام؟ 2 من 10. خليك معايا. ال 4 من 10 اللي جه عن طريق ال 3 وال 2 من 10 اللي جه عن طريق 6 دخلوا مين؟ دخلوا الصواب. دخلوا ال 8. تمام. يعني جمعه الجمعه يبقى الثمانية تخش التجزئه. ما تخشش التجزئه. لا الطريق كله بقى لانهم توالي بقى اصبحت. شوف انا كاتب ازاي. اي 8 اوم هيساوي 2 من 10 زائد 4 من 10 يطلع 6 من 10 امبير. خليك معايا واسالني في اللي انت عايزه. جالي هنا 4 من 10 عن طريق ال 15، يبقى التيار عندي هيه كان واحد. ال 4 من 10
راحوا إليه مباشرة عن طريق ال 15. طب والستة من عشرة برضو اتجزع وصلوا هنا ستة من عشرة، تمام. اجمعهم يبقوا كام؟ واحد. يبقى انت طلحت التيار من القطب الموجب واحد، رجحته أيضا واحد. فينا مشكلة كده؟ يبقى انا قدرت اجيب احسب شدة التيار المر في كل مقاومة. تمام. طب هو دلوقتي حضرتك يعني في مقاومة تلاتة التيار اللي مر فيها زي المقاومة 15 او 6 عشان وماله؟ ولا 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 بقى تفرق، ما فيهاش مشكلة خالص. يعني طيب ده ممكن طالب يسألني ايه؟ انا دلوقتي عندي مقاومة 15 ومقاومة تلاتة، ازاي امر فيهم نفس التيار؟ سهل قوي. انت قصدك مقاومة كام؟ تلاتة. 15. 15. مقاومة كام؟ تلاتة. ازاي امر بهما؟ تيار مثلا قدره 4 من 10 او 2 من 10 زي ما حصل. تمام صح. لا تمام شويه. بص قصدك المقاومه 15 ايوه تيارها 4 من 10. ايوه. في مقاومه ثانيه 4 من 10 والمقاومه 3 تيارها 4 بقى من 10. تمام وصل. انت بقى معترض على ايه؟ يعني دلوقتي انا كطالب اهو انا عندي مقاومه 15 تمام ومقاومه 3 تمام، دي هيمر فيها 4 من 10 عادي جدا ودي هيمر فيها 4 من 10 وماله عادي. طب ازاي يا مستر؟ ازاي بقى يا مستر؟ عشان ما لهمش نفس فرق الجهد. تمام. يا اخوانا اقسموا بالله، اقسموا بالله يمين اتحاسب عليه قدام ربي، لو علمنا طلبتنا يقدر يقسم الجهد ولا واحد فيهم هيغلط. تمام. تعالى بقى اقول لك بس حاجه ظاهره. عندي ه كان انت عارف فرق الجهد بين ه وي كام؟ 6. 6 اقسم 6 على 15 هيدينا مثلا 4 من 10. هل فرق الجهد بقى بين و بين ه وواو هو فرق الجهد بين ه وي؟ لا طبعا. شكرا. فرق الجهد بقى بين ه وواو ده كام؟ ممكن على فكره 1.2. تمام. فرق الجهد 1.2. اقسم 1.2 على 3 طلع 4. اقسم 1.2 اقسم 6 على 15 طن. يبقى على فكره احنا اللي فهمنا العيال غلط ولا لا؟ صح. احنا اللي فهمناهم غلط. العيال عمرهم لو فهموا كده ما هيفهم خطا خالص. يا اخوانا انت التيار لا يتجزأ اللي انت قصدك عليه يا مستر سعد. أيوة. ان التيار لا يتجزأ بنسب عكسيه للمقاومات الا في المقاومات اللي ليها نفس فرق الجهد فقط. تمام. وهذا هو الدليل. ارجو بقى نفهم ان فرق الجهد بين ه وايه 6. تمام. لكن فرق الجهد بين ه وواو 1.2. شيء بقى طبيعي لان عشان انقل من ه ليه هنقل التيار كله. تمام. لكن عشان انقل من ه لواو هنقل جزء من ايه؟ التيار. اضافه جميله. لما تجيب شده التيار المر في كل مقاومه تقدر تجيب جهد كل فرق الجهد بين طرفي كل مقاومه بقى. ممكن تجيب القدره المفقوده في كل مقاومه، ممكن تجيب الشحنه المره في اي ايه مقاومه. اعتقد ده كل ما هم عايزينه في حكايه مين تجزئه التيار في كل تمام. مقاومه. وهندي مسائل تاني بس ليه بقى؟ عشان خاطر دي طريقه ارجو كلهم يتعودوا عليها. حضرتك عيد الجمله دي معلش يا مستر ما سمعتكش. يعني انا بقول دي طريقه جديده حدي مسائل تاني على تجزئه التيار عشان دي طريقه جديده عايزهم يتعودوا عليها. والمفاجاه انني سوف استغل هذه المفاهيم في حل مسائل قانون كيرشوف. تمام. الحقيقه اعزائي الطلبه وقتكم خلص معانا بسرعه، والحقيقه برضو احنا استفدنا من مستر عزت سعد النهارده كتير واضاف لنا معلومات قيمه ونابعه من كتاب الوزاره. ان شاء الله نلقاكم في حلقات قادمه مع اطيب الامنيات وارق الدعوات بالتوفيق والتفوق والنجاح، والسلام عليكم.